يتفضل أمام مشاهديكم الكريم السيد البروفيسور طاهر مجهدي مدير مخبر المهارات الحياتية رئيس قسم علم النفس ليناولنا فكرة إشكالية أهداف وحيثيات تنظيم هذا الراهن البحري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة الأساتذة الأفاضل طلبتنا الأعزاء سيد محترم نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم بكره نائب رئيس الجامعة السادة الأساتذة من قسم النفس السادة أعضاء مخبر المهارات الحياتية طلبتنا الأعزاء طلبة الدراسات العليا طلبة الدكتوراه الحضور الكريم كل باسمه اهلا وسهلا ضمن فعاليات هذا الملتقى الذي يدخل في نطاق مشروع المؤسسه كلكم تعرفون انه استراتيجيه مؤسسه جامعه او جامعه المسيره عن في اطار نطاق مشروع المؤسسه الممتد خلال 5 سنوات من 2017 الى 2022 في ضمن شقيه او الشق البيداغوجي في اطار تكوين الاستاذ وتكوين الطالب الجامعي، ارتأت فرقة البحث في اختيار موضوع مهم اللي هو يتناول شق الاستاذ الجامعي حول موضوع تقييم اداء الاستاذ الجامعي ضمن مقاربة وصولا الى الجودة الشاملة في التكوين الجامعي، وقد ارتأت الفرقة اختيار يعني إشكالية ذات محاور وذات أهداف. الآن نعود إلى الملتقى، الملتقى كما تعلمون أنه أجل لأسباب تقنية وأسباب يعني كلكم يعني غنى عنها كان المقر في شهر أبريل، لكن تم تأجيله لأسباب تقنية وأسباب خارجة عن نطاق الفرقة. الملتقى تقريبا وصلت إليه حوالي 80 مداخلة من داخل الجامعة ومن خارج الجامعة. اللجنة العلمية استفدت تقريبا 45 مداخلة تقريبا ذات المستوى، اختارت منها ذات الجودة تقريبا حوالي 25 مداخلة وطبعت ضمن كتاب ومؤهل ونشر. كذلك أشير إلى أن اللجنة التقنية أشارت إلي أن الكتاب متوفر لكل الباحثين خاصة الذين قبلت مداخلاتهم من حيث الاختيار ومن حيث جودة المداخلات. هذا في شكل مختصر. نعود مباشرة إلى قضية المخبر. المخبر أبوابه مفتوحة لكل التظاهرات العلمية التي تدخل في نطاق مشروع المؤسسة، وكما تعرفون خلال هذه السنوات شهدت العديد من التظاهرات العلمية سواء من جانب تكويني بيداغوجي أو جانب تقديري أو أي مجال من مجالات مخبر أو تكون في اهتمامات مخبر المهارات الحياتية. أعود مرة ثانية أشكر السادة الأساتذة الحاضرين ضيوفنا الأعزاء، أتمنى لهم إقامة طيبة. أسد قسم علم النفس وأسد المنتمي في المخبر كله بمسماه شكرا لكم. طلبتنا الأعزاء منكم حظ موفق وشكرا للجميع.